ساعتها اجتني فرصه اني اسافر الكويت، اجاني عرض وظيفه حلو. وهذيك الايام ما كانت عندي شهاده بس كانت عندي جنسيه امريكيه، هذه ساعدتني شوي. لما بتذكر الشيء الوحيد اللي بتذكره من الوظيفه هذه، لانه كان وظيفه مكتبيه يعني ما لها اي مستقبل ولا شيء، انه بتذكر نسيبي حكى لي خالد سوي لي على الاكسل، وكانت اكسل اول مره بسمع كلمه اكسل. قلت له ايش اكسل؟ كل ما بتعرف اكسل؟ قلت له لا. قلت له اوكي. فجاب لي واحد هندي عندهم محاسب بالشركه، قعد معي يومين يفهمني شو هو الاكسل، وكانت اعظم تول، اعظم اداه بتطلب لك بهذاك الوقت. يعني كانت بال97 اكتشفت ايش هو الاكسل، وانا واو ايش هذا غريب، بتسوي هيك واذا بتسوي هيك. فتعلمت الاكسل هلا. فانا بالكويت تعلمت الاكسل، وبعدين كان في شيء اسمه جيو سيتيز، انه بقدر اسوي موقع ومش عارف ايش. فسويت صفحه وسميتها فلسطين ومش عارف ايش، حطيت عليها صور فلسطين القديمه بالابيض والاسود، لقيتهم بالتراث. وهاي كانت اكبر انجازاتي وانا بالكويت. بعدين قررت يوم من الايام انه الكويت مش لي، ورجعت على امريكا. وانا بامريكا هناك اكتشفت انه واحد من اصحابي اللي كان معي بالزمانات قبل ما اترك امريكا واروح الكويت وكذا، صار يشتغل بشركه كوربريت. لان طول عمري بشتغل بالمطاعم، وانتقلنا من المطعم الصيني لمطعم ايطالي لمطعم مكسيكي، بعدين دخلنا كازيات العرب. هذا كان شغلي، هم مسميه احنا شغل عرب. طول عمري بشتغل الشغله هاي، هاي العشرينات قضيتها هيك. فكان حلمي اني اشتغل بشركه كبيره. فواحد من اصحابي اللي بعرفه دخل جامعه وبشتغل بالشركه هذه، هاي شركه ببلشنج كبيره، وفي عندهم 400 بايع ببيعوا لكل امريكا. فحكى لي انهم هم طالبين واحد يعمل ديزاين لجي اي اف، الصور الصغيره المتحركه. فقلت له انا بعرف. فروحت سويت مقابله، وبالمقابله انا كنت مسوي كذا مقابله على الراديو، كنت مصاحب شله الراديو بالصبح، كنت بروح عندهم اسمه مركن بابا، برنامج مشهور. وصرت ففي الناس عرفوا مين هو خالد، بعرفوني من الراديو، شخصيه من الراديو. فلما بالمقابله انا دائما بركز على الذكاء العاطفي بالمقابله اهم من الخبرات. فبالمقابله لما عرفت حكت لي انت كيلي اللي على الراديو، قلت لها اه. تركت المقابله وصرنا نحكي عن موضوع الراديو وركن بابا ومش عارف ايش، واوز هاير شغلوني عشان انت اللي كنت بالراديو. حلو. بعد شهر اكتشفوا ايش؟ انه انا ما بعرف اسوي ديزاين تبع الجي اي اف. يا سلام. I don't fit the culture of الجرافيك ديزاينز هناك. فحكت لي احنا اجتمعنا وخلص ما بنقدر، وبكره اخر يوم لك. اوكي شكرا. فايام ما كنت نازل تحت على اللانش عم باكل، وكان الاي تي مانجر موجود تحت، كل يوم بشوفه من بعيد وكذا، برضه بعرفني من ايام الراديو. وانا عم باكل معه سلمت عليه، فحكى لي تفضل تعال جوين مي بالطاوله تبعته. بحكي له هاي اخر غدا بالشركه. بحكي لي ليش؟ بحكي له خلصت انا شغلي وطالع لشغل ثاني. بحكي لي انا اسف. قلت له اوكي. فانا قايم ماسك الهاي وطالع، وعم طلعت عليه بحكي له بدكم مش حدا بالاي تي عندكم ولا؟ بحكي لي اكشلي احنا بدنا، تعرف اشي بالنتوركينج؟ قلت له بعرفش، بس لما انا كنت بالكويت انا اشرفت على بناء انترنت كافيه. كله ممتاز، فيك تيجي بكره؟ قلت له اوكي. فلما جيت بكره اللي هو بكره عطله للامريكان، الامريكان عندهم العطله مقدسه، يعني مستحيل اشتغل بالعطله. فلما نداني رحت قال لي اوكي تعال، وشافني اني مستعد اجي واشتغل بالعطله. هاي كان شغله كبيره بالنسبه له. فحكى لي في عندنا سلك، اطلع حطه بالسلم، اطلع ومدده، شيل هذا كبه، نزل لي اياه هناك. قلت له اوكي. سويته هيك ونزلته لي. قلت له اوكي شو كمان؟ كده بس خلص، يور هاير، سي يو تومورو. قلت له ممتاز. شغلني هذا الزلمه وعلمني كل إشي له دخل بالكمبيوترات، تصليح الاي بلس اسمها، علمني اياها. فقعدت معهم سنه، والسنه الثانيه جابوا سيستم لكل الشركه، ودوني على لاس فيغاس اتعلم السيستم وعلمته لكل الناس جوا الشركه. وهنا صار في عندي خبره بالكمبيوترات، وعرفت ايش هي الاونلاين، وعرفت شغلات كتير بفضل الزلمه هذا اللي هو معلمي وكذا. كان الموضوع تمام، لي سنتين شغال معهم، تعلمت كل إشي، كنت يعني بحبوني كلياتهم. ويوم من الايام انا طالع زي بالروتين تبعي الساعه 8:30، بوصل الساعه 8، الساعه 8:30 بطلع على السيلز فلور، وبروح بحكي مع ال 400 موظف، بشوف ايش في عندهم مشاكل بحل لهم اياها. فجاه ولا فش ولا واحد على الديسك تبعه على مكتبه، ايش في؟
طلعتوا هيك ولا كلياتهم منحشرين بغرف التلفزيون. ايش في طياره دخلت بالعماره بنيويورك، فبتطلع هيك اللي كل عم ببكي، واول ما دخلت ولا بتطلع علي بحكوا لي خالد ليش عم تكرهنا. فبعد اسبوعين كنت طلعوني من شركه فقط لاني مسلم وعربي وكذا. هلا انا ما زعلت عليهم كثير، لانه يعني اكيد اي واحد بيصير في شغله زي هيك بزعل على حاله، بس انا حقي اني ارفع عليهم قضيه، ورفعت عليهم قضيه لانه كان اجراء غير قانوني، وايام ما كان في قانون جديد انه بيحمي الناس اللي بتم يعني التفرقه ضدهم. فلما رفعت عليهم قضيه كانت حتاخذ وقت طويل، وانا ما كنت يعني بدي فلوس، بس اني بدي اثبت يعني اني انا بريء ما ليش دخل بالموضوع. المهم صارت الشركه حتنباع، وما مش قادرين باع لانه في عليهم قضيه. فاجا المعلم تبعي وحكى لي انت بليز بدنا اياك انت تتنازل عن القضيه على اساس انه احنا نقدر نبيع الشركه فانا سويت له الفير، يعني انا رديت له الفير لانه هو علمني الكمبيوتر، فانا ما كنتش بتطلع على الفلوس اني ويز، وتنازلت عن القضيه وانتهت علاقتي بالشركه هذه.